في المهندس احمد نبيل عبد الله نائب رئيس شعبه بيض المائده باتحاد منتجي الدواجن. باشمهندس احمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا باشمهندس احمد. حابين نعرف من البدايه كده ان حضرتك قلت ان في تصريح ان سعر البيض هيكون بيزيد الفتره الجايه ويوصل ل 120، الكلام ده حقيقي في البدايه؟ لا، الكلام ده مش حقيقي، ما حدش يقدر يتوقع سعر البيض يوصل كام يعني. تمام. بس يعني كلمه 120 دي كلمه غير دقيقه بالمره. تمام. والتصريح ده غير مش مظبوط، مش عند السعر. طب ايه يا فندم بقى التصريح الحقيقي؟ ولكن الحقيقه ان المنتج فعلا بيخفض، المنتج فعلا بيخرج. برضو تصحيحا لمعلومه حضرتك ذكرتها من شويه، طن العلف كان ب 5000 جنيه وصل ل 11000 جنيه طن الذره. خلاص. طن الصويا كان بحوالي 8000 ونص وصل ل 14 ونص. ففي تكلفه عاليه جدا لطبق البيض وسعره كمان منخفض، فده بيؤدي لخسائر كبيره للمنتج، فالمنتج بيضطر ان هو يبيع قطعانه عشان يوقف نزيف الخساره. تمام يا فندم. طب احنا ممكن بقى نتوقع زيادات الخامات دي زيادات غير مبرره اطلاقا. في مغالاه في اسعار الخامات، لان اسعار البورصه العالميه بره مش ما بتقولش الاسعار اللي عندنا دي اطلاقا. يعني الاسعار العادله بالنسبه لطن الذره يبقى 7200 7300، ولكن ما يبقاش 11000 جنيه. ففي مغالاه في اسعار الخامات، ودي ومنتجين الدواجن بيبقى عندهم مشكله ان هي بتعامل مع روح، يعني ما ينفعش يقول لا انا مش هشتري، ما ينفعش، لازم يشتري عشان بيروح ولازم تاكل. فهنا هنا 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 المشكله. يعني هنا المشكله بقى. ولكن في انفراج باذن الله تبقى قريبه بناء عن تصريحات الساده المسؤولين ان هيبقى في انفراجه بالنسبه للخامات، يعني في خلال 98 ساعه اللي هي على يوم الخميس باذن الله، من النهارده ليوم الخميس. طيب باشمهندس، نتمنى ان يحصل تراجع في الاسعار ونحافظ على المنتجين. طيب. يعني نحافظ على المنتجين لان هي صناعه قوميه وبيشتغل فيها يعني ملايين من شعب مصر بيشتغلوا في صناعه الدواجن. طيب. فعايزين نحافظ عليها ونحافظ على المنتج ونحافظ على المنتج الوطني. تمام. طب باشمهندس دلوقتي انا كمستهلك يعني اكيد طبعا لما اسمع ان سعر البيض او كرتونه البيض هيكون بيزيد بغض النظر طبعا عن السعر هيكون كام، بس اكيد طبعا هتخض، ودلوقتي ممكن اكون بتصرف يعني بتصرفات استهلاكيه بحته، وده ممكن يكون برضو بيخلي الموضوع يكون بيزيد الفتره الجايه. فحابب برضو حضرتك تقول لنا كده يعني لو انا مستهلك المفروض دلوقتي اتصرف ازاي او اعمل ايه؟ والله انا كمستهلك انا اتمنى من الناس كلها، لان في اسعار برضو بالنسبه للبيض اللي هي بتبقى باسعار استفزازيه، بمعنى ان مثلا في منتج مغلف بشكل معين انت بتشتري تغليف، ما بتشتريش منتج يعني، ما بتشتريش البيض نفسه، ولكن اسعار مريحه جدا بالنسبه للكرتونه اللي هي ال 30 بيضه بتتباع بشكل مش مغلف، دي اسعارها في متناول الجميع واسعارها معقوله جدا، ولكن الاسعار اللي احنا بنسمعها دي الثمانينات والتسعينات والحاجات اللي احنا بنسمعها دي مش اسعار ما بتطمش عن السوق الواقعي. السوق الواقعي اللي هو الراجل اللي بيشتري بالبيضه سايب او بيشتري كرتونه كامله مش مغلف. تمام. طب هل فعلا المزارع يعني كان نفسها بتخسر؟ يعني هل فعلا المزارع كانت بتطلع سعر كرتونه البيض كانت ب 55 او بتباع ب 55 وهي بتكلفها اكتر من كده، بتكلفها 65 تقريبا؟ يا فندم دلوقتي التكلفه بتاعت طبق البيض تجاوزت يعني ال 68 جنيه في ظل ارتفاعات الخامات واحتجار تجار الخامات للخامات. احتكار؟ بقول لحضرتك البورصه العالميه بتقول لما نيجي نحسبها تقول ان سعر طن الذره انا اشتريه في محطتي ب 7200 جنيه 7300 في الحدود دي، لما يتباع ب 11000 جنيه يبقى في هنا نوع في حاجه مش مظبوطه. في حاجه مش مظبوطه. الموضوع ليه علاقه باحتكار ولا ليه علاقه طيب بان باستيراد مثلا او بوقف استيراد سلعه معينه؟ والله يا فندم محتاجين ضبط للسوق، انا مش جهه اختصاص ان انا اعرف ده احتكار ولا مش احتكار، ولكن احنا محتاجين ضبط للسوق للخامات عشان اقدر اضبط المنتج النهائي. ولكن ما تلومش المنتج النهائي وكل مدخلاته تضاعفت بشكل مش طبيعي. طب باشمهندس هل ده كده معناه ان احنا يعني انا عارف ان حضرتك قلت لي يعني الرقم اللي هو 120 ده ممكن يعني ممكن ما يكونش رقم دقيق، ولكن حابين نعرف من حضرتك لو استمر الوضع على ما هو عليه دلوقتي ممكن توصل سعر كرتونه البيض كام؟ والله يا فندم انا ما اقدرش اتوقع سعر المنتج النهائي لان انا ما بسعرش،
يعني احنا مش بنسعر البيض، احنا البيض كأي سلعة في الفري ماركت في السوق الحر، عرض وطلب، عرض وطلب. فانت ما تقدرش تحدد طب ما انا اقول لحضرتك ما زي ما حضرتك قلت، ما هو كان بيتباع من فترة قريبة ب 55 جنيه وكان تكلفته اغلى من كده، كان تكلفته حوالي 65 جنيه. انت فاهم انا قصدي ايه؟ ده عرض وطلب، احنا ما يعني دي حاجة ما حدش يقدر يتدخل فيه. الى انه هو لو الوضع استمر على هذا الحال فاكيد لا محاله انه ممكن يكون في زياده. والله يا فندم ما زي ما بقول لحضرتك كده، هو يعني السادة المسؤولين صرحوا ان في انفراجه، ونتمنى ان ده ينعكس على المنتج النهائي باذن الله.